كبيرة من حملة الأستاذ قيس سعيد وزميل أيمن بن حسالم موجود هناك. النتائج كانت ظهرت منذ قليل على شاشة التلفزة الوطنية التونسية في متابعة لما سيقدمه لنا الأستاذ حسن الزرقوني لشركة سيجما كونسي. هو موجود معنا الآن سيد حسن الزرقوني أمام الشاشة العملاقة لأستوديو نجيب الخطاب. أستاذ حسن، إذا تعطينا لمحة عن النتائج وهي موجودة الآن على الشاشة. النتائج التقديرية الأولى تدل أنه قيس سعيد فاز بالرئاسية دور الثاني بنسبة 76.9% مقابل 23.1% لنبيل القروي، وهذه النتائج التقديرية فيها نسبة خطأ تراوح بين 1 و1.5%. النتائج التقديرية هذه حصلنا عليها بعد استطلاع قمنا به في 27 دائرة في تونس في التراب التونسي ومن 200 مركز تصويت انتخاب وشمل قرابة 14000 العينة فيها 14000. المهم أنه باش نعرفوا السوسيولوجيا الانتخابية للمتنافسين، سي قيس سعيد كان بالنسبة للإناث والذكور النسبة اللي هي 76.9% الذكور كانوا فيها وصلوا حتى 79% والإناث 73%. بالنسبة لنبيل القروي كانت نسبة الإناث النساء 26.6% والذكور 20.8%، هذا بالنسبة لي حسب الجنس. إذا نتقدموا ونشوفوا بالنسبة للشرائح العمرية، شرائح العمرية بالنسبة نراو أنه فريمون معناتها فما هوني وين فما فرق كبير بين المخزون الانتخابي للمترشحين. الفائز قيس سعيد الشباب اللي ما بين 18.25% صوت له إلى درجة 90%، وكذلك اللي هما بين 26 سنة و44 سنة صوتوا له حتى قرابة 84%. ولما نشوفوا بالنسبة سي نبيل القروي اللي هو تحصل في المعدل على 23% نلقاو أنه اللي صوتوا له اللي 60 سنة فما فوق وصلت النسبة 50.8%، معناتها تفوت نسبة ال 60 سنة فما فوق اللي صوتوا القيس سعيد. ثم إذا نشوفوا حسب المستوى التعليمي، مهم جدا أنه نعرفوا أنه في تونس نسبة المستوى التعليمي اللي ما بشوش يقراو صوته القيس سعيد حتى المستوى 43% 42.7%، هذا نقارنوه بك 76.9%. بالنسبة لنبيل القروي اللي ما مشاوش يصوتوا اللي مشاو يصوتوا له واللي مشاوش للمكتب يوصل نسبتهم 57.3%، معناتها قرابة ضعف المستوى المعدل. وكذلك نرقاو أنه المستوى التعليمي الجامعي اللي عندهم ديبلوم معناتها دو سوبيريور 86.1% بالنسبة لقيس سعيد أكثر من النسبة اللي تحصل عليها. نقدر نقوله أنه معناتها اللي هو فاز غراس الشريحة هذه اللي ناس عندها مستوى تعليمي أكثر من ثانوي معناتها تعليم جامعي. ونلقاه بالمقابل بالنسبة لنبيل القروي 13.9% فقط جاءوا من المستوى التعليمي الجامعي. ثم إذا نشوفوا بالنسبة للجهات، بالنسبة للأحزاب، الأحزاب ولا المخزون السياسي اللي جاء القيس سعيد قرابة 21% 20.8% جاءوا من حركة النهضة، وهو أكثر حزب معناتها عبى وحده المخزون متاع قيس سعيد. ثم ائتلاف الكرامة ب 7.3%، ثم حزب التيار الديمقراطي ب 6.4%، ثم حركة الشعب 5.4%، ثم الحزب الدستوري الحر ب 2%. لكن الملاحظة المهمة اللي لازم نراوها هو كونه 31% ما صوتوش في التشريعية متاع يوم 6 أكتوبر،
وذايا يدل على كونه فما خزان كبير خاصة من الشباب اللي هما قارين خاصة في السوبيريور اللي هما ما صوتوش في التشريعية ما رقاوش روحهم بالنسبة القائمات في التشريعية وجاو جديدا على السوق الانتخابي إذا صح التعبير بالنسبة لقيس سعيد وتحصل قيس سعيد على معناتها نسبة كبيرة جدا 31% اللي هما ما صوتوش بكل ومن الأحزاب الأخرى والقائمات المستقلة 22% وهذا يعطينا أنه مع الخزان الانتخابي تاع قيس سعيد متكون أكثر شيء من الناس ما صوتش الأحزاب أو لأحزاب أخرى وخاصة القائمات المستقلة. إذا تقدموا شوية نشوفوا منين جاءوا الناخبين لنبيل القروي 23% مش متكونة إذا ناخذوها هي 100% نرقاو قرابة النصف متاعها جاية من حزب قلب تونس. ذكروا أنه قلب تونس تحصل على قرابة 14 أو 15% في الانتخابات التشريعية. ثم قائمة الحزب الدستوري الحر اللي جاب له 8.6% من ناخبي وقائمة حزب حركة تحيا تونس بعدها وحركة النهضة معناتها بأحزاب قليلة و 15.7% أحزاب أخرى. هذا بالنسبة المخزون متاع نبيل القروي. أنا حبيت إقبال إذا تفضلت نعطي إحصائيات أخرى وهذا مهم جدا. عدد المسجلين في قائمات الناخبين بالنسبة الرئاسية أقل هما من التشريعية إذا تعرفوا معنى أقل لأنه في التشريعية صار تحيين أكبر وصار أكثر عدد وصلوا قرابة 7,060,000 بالنسبة الرئاسية عكس 6,875,000 مسجل نسبة المشاركة كانت قرابة 58% دو قرابت عنا اليوم نقدر نقولوا أنه فما 4 ملايين معناتها هكا جاغوندي 4 ملايين بشيو صوتوا بالنسبة لليوم وهذا عدد كبير برشا معناتها هذا معناتها يدل أنه هالمعطيات هذه ممثلة بطريقة كبيرة للتوانسة. العزوف كان 42% قرابة مليونين و900,000 مسجل اللي ما مشاش يصوت. سي نبيل القروي وقت تحصل على 23.1% هذه نتائج تقديرية ما بينات نقدر نقول الخطأ فيها قداش حسن 1.5% معناتها نقدر نقول أنه الرقم اللي هو ما بينات 20.5 و 24.5 معناتها قرابة 920,000 صوتوا له وقيس سعيد صوتوا له قرابة 3 ملايين تونسي اليوم وهذا عدد كبير إذا قارنوه باللي تحصل عليه سلبيجي قايد السبسي اللي تحصل على قرابة 1,750,000 صوت عام 2014 وكذلك أكثر بكثير من منصف مرزوخي اللي تحصل على 1,370,000 صوت آنذاك. دونك اللي لازم يتقال هو كونه صار كأنه معناتها احنا لاحظناه واذا هذه ملاحظه معناتها بالنسبه للسلوك الانتخابي لاحظناه كونه برشا توانسه وخاصه في الايام الاخيره حصروا واحد كأنهم لازم يكونوا مع الرابحين معناتها والرابح كان بدا يقرب قيس سعيد من انه يفوت نبيل القروي في استطلاعات الرأي. نحن نحكيو على الفوت يوتيل معناها الفوت متاع الفانكور معناتها مع الفانكور نسميه نحن فوت دو فيراج. اليوم الناس مشيت وباش تفرح مع بعضها لأنه هي مع صوت للربح وهي تحس روحها طرف من الربح. هذا تحليلنا خاصة في الأيام الأخيرة بالنسبة قبل اليوم. فوالا هذا تحليلنا بالأرقام المبدئية. شكرا لك أحسن. إذا هذه هي الأرقام اللي مدنا بها اليوم 76.9% القيس سعيد و 23.1% نبيل القروي. هذه هي النتائج لسيجما كونساي اللي قدمها لنا سي أحسن الزرقوني. قراءتكم بسرعة وربما نتواصل مع زميلة هدى ورد من مقر قلب تونس. هدى كيف هي الانطباعات هناك؟
مساء الخير إقبال، نحن موجودون أمام مقر حملة نبيل القروي، هناك العشرات من المناصرين، هناك حالة من الترقب، لكن هناك أيضا غياب لكافة أشكال الاحتفال كما عهدناه في الدورين الأول للانتخابات الرئاسية والتشريعية في مقر حملة نبيل القروي عن قلب تونس. داخل المقر هناك اجتماع، الأكيد أنه صدى ما قدمتموه من أرقام لسبر الآراء عن نتيجة الانتخابات اليوم والاقتراع.